إذا للحديث أكثر ينضم معنا عبر خدمة سكايب من رام الله الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بك حضرة القاضي. بداية أود الحصول من حضرتك على استقراء واضح كيف تسير الحرب وإلى أين ستصل في ظل الأوضاع والخسائر الفادحة ونهر الدم الذي يجري في غزة، وأيضا بالتزامن مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأن هنالك ليس لدى إسرائيل نية لوقف هذه الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لليوم 32 على التوالي تعيش كل فلسطين تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي يتصاعد يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى، وعدد الضحايا في ازدياد وعدد الجرحى في ازدياد والدمار في ازدياد، والكارثة الإنسانية تتفاقم أكثر فأكثر، وبالذات في قطاع غزة حيث يعيش أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في ظروف مأساوية. أكثر من نصف هذا العدد، ربما 1.5 مليون فلسطيني، أصبحوا نازحين من بيوتهم بعد أن دمرت طائرات الاحتلال وصواريخ الاحتلال أكثر من 300,000 بيت في شمال قطاع غزة وفي كل قطاع غزة، ولكن على وجه التحديد في منطقة الشمال، حيث تجبر طائرات الاحتلال وقوات الاحتلال المواطنين على النزوح باتجاه الجنوب. الوضع مأساوي، هناك نقص حاد في المتطلبات الأساسية من الماء النظيف، ماء الشرب والغذاء والدواء، والكهرباء طبعا مقطوعة منذ أكثر من شهر، لا يوجد وقود، لا يوجد غاز للطهي، الحياة مأساوية. نعم. والعدوان مستمر، ودولة الاحتلال تصر على المضي في هذا العدوان مدعومة بقرار أمريكي حاضن لهذا العدوان الإسرائيلي. مطلبنا الأساس اليوم هو منصب على ضرورة وقف فوري وشامل ودائم للعدوان الإسرائيلي على كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أولا وبشكل أساس، وكذلك في الضفة الغربية والقدس. طيب، هل هنالك أمل يا حضرة القاضي على وفق المعطيات التي تحدثت بها، هل هنالك أمل ربما لإيقاف هذه الحرب أو على الأقل إنهاء هذه المجازر المستمرة حتى نكون دقيقين منذ 33 يوما؟ عندما التقى الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي قبل يومين أو 3 أيام هنا في رام الله، قال له بالحرف الواحد: أنتم وحدكم أي الإدارة الأمريكية من تستطيعون أن توقفوا الحرب، أنتم وحدكم من يستطيع أن يأمر إسرائيل بوقف العدوان. نحن نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، الجهة الوحيدة القادرة على وقف ولجم هذا العدوان هو الإدارة الأمريكية، ولكن مع الأسف الشديد الإدارة الأمريكية تدعم استمرار العدوان رغم أن المجتمع الدولي بأسره في واد وفي جهة والإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل في جهة أخرى. قبل شهر تقريبا لم يكن أحد من المجتمع الغربي بالذات يطالب بوقف العدوان أو بوقف إطلاق النار. الآن بعد أن نجحت الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية العربية في حشد الرأي العام الدولي والمواقف الدولية المختلفة، بالإضافة طبعا إلى الدعم العربي في باتجاه وقف إطلاق النار، أصبح العالم اليوم أكثر تفهما وأكثر مطالبة لوقف إطلاق النار. لكن تبقى المشكلة في الموقف الأمريكي. لو أن الإدارة الأمريكية تعرضت أو واجهت ضغوطا حقيقية وتأثيرا حقيقيا من الجانب العربي والإسلامي لا توقف إطلاق النار وتوقف العدوان. نحن أمام القمة العربية، لأن بانتظار القمة العربية بعد يومين، المطلوب من هذه القمة أن تمارس ضغوطا أكثر وأن تخاطب الإدارة الأمريكية باللغة التي تفهمها وهي لغة المصالح، من أجل أن تأخذ قرارا بوقف إطلاق النار ووقف العدوان، ثم بعد ذلك يمكن أن يصار للحديث في أي أمر آخر، لكن أولا الأولوية هي وقف العدوان.
طيب كيف تفسر التصريحات الأمريكية برفض إعادة احتلال غزة اللامحدود للجانب الإسرائيلي بالتزامن مع دعمها اللامحدود أيضا لإسرائيل؟ أيضا هنالك الحديث يدور حول أن إسرائيل صرحت عن تسليم إدارة غزة بعد السيطرة كليا على حماس لتحالف دولي أو لقادة محليين إسلاميين. أولا الحديث عن مستقبل غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس هو ضرب من العبث، وهو أيضا محاولة لقلب الأمور رأسا على عقب. أثبتت السياسات الإسرائيلية منذ عام 2009 إلى اليوم، سياسة نتنياهو على وجه التحديد، والذي وهي السياسة التي كانت ترعاها وتساندها الإدارة الأمريكية المختلفة المتعاقبة ما بين جمهوريين وديمقراطيين، سياسة قامت على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فصل المسارات الفلسطينية وفصل المناطق الفلسطينية. أثبتت هذه السياسة فشلها، وأثبتت أنها غير قادرة على تحقيق السلام ولا حتى على توفير الأمن لإسرائيل. لذلك لا يمكن الحديث عن مستقبل قطاع غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس. ثم الجهة الوحيدة المخولة بالحديث باسم الفلسطينيين ونيابة عن الفلسطينيين وعن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية. من أراد أن يتحدث مع العنوان الفلسطيني الصحيح فعليه أن يتحدث مع منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد والقانوني للشعب الفلسطيني، ولذلك لا حديث مع أي جهة أخرى ولا مع عناوين أخرى، ولا لا تحدثون لا عن قيادات محلية ولا غير محلية، ولا تحدثون عن اليوم التالي قبل أن نتحدث عن اليوم. اليوم نحن نريد وقفا فوريا وشاملا للعدوان، ثم يمكن أن نتحدث عن أي ترتيبات أخرى بعد ذلك. نعم، طيب حضرة القاضي باعتباركم سلطة فلسطينية رسمية، هل لكم دور لربما فيما لو افترضنا أن هدنة مؤقتة ستعلن مستقبلا، كيف ستتصرفون في أثناء ذلك؟ وهل ربما لديكم خطاب مباشر موجه لفصائل المقاومة؟ وباعتقادكم هل ستستجيب؟ أولا نحن لم نتخلى عن مسؤوليتنا ولا يمكن أن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه أي جزء من أراضي دولة فلسطين. قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هو وحدة سياسية وقانونية ووطنية واحدة، ومسؤوليتنا عن غزة هي نفس مسؤوليتنا عن الضفة الغربية، هي نفس مسؤوليتنا عن القدس. نحن موجودون الآن في غزة، هل تعلمين أن هناك وزراء في الحكومة الفلسطينية موجودين الآن في غزة تحت القصف الإسرائيلي؟ نعم. هناك قيادات من قيادات منظمة التحرير، من كبار قيادات منظمة التحرير موجودين في غزة مع أبناء شعبهم. هناك حالة تلاحم بين الشعب الفلسطيني وقيادته، ولذلك نحن لم نترك غزة أصلا حتى نقول إننا نريد أن نعود إلى غزة. غزة هي جزء من مسؤوليتنا، هي جزء من واجبنا الوطني، ونحن المسؤولون عنها، ونحن الذين نتحمل أمانة المسؤولية عنها. ومن يريد أن يتحدث مع غزة فليتحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية. نعم. هذا هو العنوان وهذا هو الطريق. طيب يعني متى نلاحظ أو نشاهد أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن مجازر الأطفال؟ يعني بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، أيضا الهلال الأحمر، منظمات أخرى أكدت، خاصة المستشفيات المصرية أكدت بأن مجزرة من الأطفال استخدمت ضدها الفوسفور أو قنابل الفوسفور الأبيض، وهذا محرم دوليا، وهذا لربما ورقة ضغط تضاف على أوراق الضغط الأخرى ضد إسرائيل إذ ما توجهنا إلى المحاكم الدولية. في البداية لا أحد يمكن أن يشكك في أن إسرائيل ارتكبت مذابح وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. من يريد أن يشكك سواء من الإدارة الأمريكية أو غيرها فهو حر، لكننا أمام العالم، العالم كله شاهد ارتكاب هذه الجرائم، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. نحن بالفعل هناك قضايا رفعناها ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وهناك تواصل وحديث واجتماعات ومفاوضات مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعاوى ضد دولة الاحتلال وضد قيادات الاحتلال على جرائم سابقة ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية،
ويضاف إليها جرائم الحرب الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل، والتي أقول لك بصراحة هي ليست بحاجة إلى تحقيق. يعني لما وزير الدفاع الإسرائيلي يخرج على شاشات التلفزيون أمام العالم ويقول إنه أمر بقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن قطاع غزة، هذه جريمة حرب، لأن القانون الدولي يجرم منع مرور الدواء والغذاء والماء إلى المدنيين. هذا الرجل اعترف، أو هذا شخص اعترف بارتكاب جرائم حرب. نعم. وكل الفضائيات ووسائل الإعلام توثق يوميا جرائم حرب ترتكب على الهواء مباشر. ولذلك نحن أقمنا قضايا ضد إسرائيل، وسنستمر في هذا الطريق، وسنظل نلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى آخر الدنيا حتى ينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء الدولي. حضرة القاضي، هل لقيتم لربما ردود فعل مقبولة حول هذه القضايا التي قدمتموها في المحاكم الدولية؟ نحن نطالب بتطبيق القانون الدولي. هناك تباطؤ بصراحة في عمل المحكمة الجنائية الدولية. هناك ضغوط بكل تأكيد تمارس على المحكمة وتمارس على المدعي العام لتأخير وتأجيل النظر في هذه القضايا، لكن مع الإصرار لابد أن نحقق ما نريد. إضافة لذلك، هناك نقطة مهمة في هذا الموضوع. لماذا لا تقوم دول عربية وإسلامية وصديقة لنا، وهذا جهد نعمل عليه الآن، أن تقوم مجموعة من الدول الموقعة على ميثاق روما المنظم للمحكمة الجنائية الدولية برفع دعوة ومطالبة جماعية للمدعي العام لتوجيه مذكرة اعتقال وجلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. حدث هذا في أماكن أخرى. الآن يمكن أن نشكل جهد جماعي من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لرفع مذكرة للمدعي العام من أجل جلب رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره من مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قلت، سنظل نسير في هذا الطريق، سنظل نبذل كل جهد مستطاع من أجل الوصول إلى هذه الغاية، ولو بعد حين سوف نصل إن شاء الله إلى تحقيق ما نريد. طيب، هل لديك لربما رسالة بإمكانك أن توجهها للمجتمع العربي والمجتمع الدولي بالدرجة العامة وبدرجة الخصوص إلى أهالي غزة؟ اليوم نحن ما نقول للمجموعة العربية، لأشقائنا العرب والمسلمين الذين سيجتمعون في 11 و12 من هذا الشهر، قمة عربية تليها قمة إسلامية، وللمجتمع الدولي، نحن برنامجنا في هذه المرحلة بالذات قائم على تحقيق 4 أولويات. هذه الأولويات هي التي نعمل عليها. الأولوية الأولى والأساسية هي وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية. الأولوية الثانية توفير كل الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والماء والوقود والكهرباء والمأوى لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة. والأولوية الثالثة إفشال مخطط التهجير الذي يحاول تهجير أو دفع الفلسطينيين إلى الخروج من قطاع غزة ومن ثم من الضفة الغربية، وقد حققنا نجاحا لافتا في هذا. الآن كل المجتمع الدولي يتحدث عن منع التهجير ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. الأولوية الرابعة هي الحل الشامل للقضية الفلسطينية كأساس لتحقيق السلام، وهذا الحل يبدأ بإنهاء الاحتلال. إذا لم ينتهي الاحتلال سنظل نخرج من دوامة عنف إلى دوامة عنف أخرى. هذه رسالتنا للسياسية، للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وللمجموعة الدولية، ونتمنى أن يساندنا العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله من أجل تحقيق هذه الأولوية. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا عبر خدمة سكايب من رام الله، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.